السلام عليكم البنات، رمضان مبارك. اليوم غادي نوجد معكم واحد فلان اللي كيجي زوين في هاد رمضان، ونتمنىكم تجربوه. وغادي نبدا لكم بالمقادير. عندنا 5 بيضات، 2 زبدة ديال فيلادلفيا، نصف لتر ديال الحليب، معلقه صغيره ديال الفاني، وعندي 740 غرام الحليب المركز نيسلي، والسكر مورينا. غادي نبداو بطريقه التحضير. غادي ناخد الزبدة وغادي نضيف عليها الحليب، ومن بعد غادي ندير معلقة صغيرة ديال الفاني، من بعد غادي ندير الحليب المركز نيسلي، تقدروا تختاروا اي نوع. من بعد غادي نضيف 5 ديال البيضات، وغادي ناخد طراب الكهربائي. غادي نطرب الخليط مزيان حتى يبانوا ليا هاد البويقات، من بعد غادي نخليه يرتاح ونمشي نوجد الكريمه ديالي. غادي ندير السكر مورينا، تقدروا تعوضوه بالسكر الابيض. غادي نديرو على نار مهيله ونبقى نحرك فيه باش ما يلصقليش حتى يذوب. من بعد منين يذوب ليا السكر ديالي، غادي نديرو في اللاطه تكون مسوحه مزيان، ومن بعد غادي ندير فلان ديالي ونغطيه بابيل الومنيوم، وندير لاطه فيها الماء ونحشيه في الفران على مقدار الحراره 180 درجه. وهذا هو الفلان ديالنا، كيجي رائع وبنين، وكنتمنى انكم تجربوه وتبقاو على خير.